النسبة أول الحديث يعني اختلف فيه يعني في صحته، والأظهر أن تفسيره الرؤيا على رجل طائر فإذا أولت وقعت، يعني أنه إذا أولها عالم بها عالم بالتأويل وقع، وأن العبد إذا لم يطلب تأويلها فإن الله يصرف واحد. ولذلك ليس من المستحسن، بل الأفضل خلافه، هو أن المرء ما يقص رؤاه ويطلب تفسيره، ما كان هو هدي الصحابة ولا هدي السلف أنه يطلب أنا رأيت رؤيا اشتعل تفسيرها، أنا رأيت رؤيا ما تأويلها، أنا رأيت رؤيا ما تأويلها، يعني أن يكون ديداً. لكن قد يرى في ما يرى في عمره يرى أشياء تهزه ويطلب تفسيره، فإذا رأى ما يسره فليحمد الله جل وعلا له أن يطلب التأويل، لكن إذا رأى ما لا يسره فإنه ينفث عن يساره ثلاثة وينقلب إذا له وهو نائم إلى جنبه الآخر يستعيذ بالله من شرها، فإنها لا تضر كما جاء. المقصود أن قوله إذا أولت وقعت، يعني إذا أولها عالم بها عالم بالتأويل فإن العالم بالتأويل يقع تعبيره، وهذا يكون موافقا لما كتب في